احنا شايفين هنا ان الكود اللي في البوتون كليك 1 في الايفنت بتاعه موجود نفسه، هو نفس الكود اللي موجود في البوتون اندرسكور كليك البوتون 2، بس المختلف عندنا الفاليو اوف اي اللي هي الستارت فاليو اللي بتحدد اذا كان هيعرض لنا الارقام الفردية او الزوجية. لما بيكون عندي كود متكرر في كذا مكان في الكلاس، دي حاجة بنعملها اسمها بروسيدور. البروسيدور ده ان احنا بنحط الكود باسم معين بنناديه بعد كده بنعمل له ريكولينج جوه الكلاس. طب الديفينيشن عندنا بتاع البروسيدور هو ايه؟ A set of commands and a structure under a name can be recalled by that name so as to implement them and create a sub if we have a set of commands that are frequently used in more than one place in the class. البروسيدورز is procedures in the visualbasic.net are either sub procedure that doesn't return a value، يعني ما بيرجعليش قيمة، هو بيعمل print out بس الحاجة اللي انا عاوزها، زي هنا معرض لنا الارقام الفردية والزوجية. لكن لو في حالة ان هو مثلا هتبقى function زي مثلا function sub اللي هي بتعمل جمع الرقمين، يبقى انا عندي الاوتبوت بتاعها value زي التوتال سم بتاع الرقمين. طب الشكل العام بتاع السب او البروسيدور بيبقى شكله ازاي؟ زي ما احنا شايفين هنا سب ليه نيم، النيم ده لازم يكون يعكس المهمة اللي بيقوم بيها السب، وبعد كده بياخد بارامترز وينفذ كود بيتكرر، وبعد كده بنكتب اند سب. زي ما احنا شايفين هنا هو عمل الشو اود اور ايفن بروسيدور، كتبه موجود قدامنا اهوت، وبعدين عمل له ريكول في الضغط على البوتون 1 والضغط على البوتون 2 علشان يعرض الارقام بتاعتنا. احنا هنا زي ما احنا شايفين هو اخد الفاليو اوف اي كقيمه ثابته، وده طبعا هيعمل لوجيكال ايرور انه في الحالتين هيطلع الارقام الفرديه. طب علشان انا احل الازمه دي هو عمل فاريبل اسمه ستارت علشان ياخد القيمة في كل مرة مختلفة. فالفاريبل اللي اسمه start هنا ده بيرمز للبارامتر اللي احنا قلنا عليه في التعريف بتاع البروسيدور. طب لما باجي اديها قيمة بعد كده بتبقى اسمها argument value. اما جه نادى الshow odd or even procedure حط لما حب يعرض الاعداد الفردية ان الستارت فاليو بتاعته بواحد، ولما حب يعرض الاعداد الزوجية اخد الستارت فاليو بتاعته باتنين. طب لما اجي اعمل creating للfunction ايه الكتابة اللي انا بكتبها؟ الشكل العام بتاعي بتبقى function، وهنا الfunction name برضو لازم تكون معبرة عن الوظيفة اللي بتقوم بيها الfunction، زي لو انا عاوزها function تجمع رقمين هنا سماها sum، وبتاخد مجموعة من البارامتر وبتبقى ليها data type بنعرفه. data type